السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا ويا أهلا وسهلا. هذا نبات المنثور، والنبات هذا معروف أنه نبات ذو رائحة زكية جدا. وحقيقة لما كان موجود عندي في البيت المحمي، يعني دائما رائحة البيت المحمي عطرة بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا هو نوع ما شتوي، يتعب في الصيف، ما يستطيع يقاوم، ربما يعني تحت أشجار الظل يعني الكبيرة ربما يبقى لفترة أطول. بالنسبة لي أنا أخرجت الشتلات، طبعا انتهى موسمها، فأخرجتها للخارج، قطعت عنها الماء زي ما تشوفون، والآن نبدأ نجمع البذور الخاصة بالمنثور. طبعا هذه هي البذور الخاصة بالمنثور بهذا الشكل، تمام؟ لما تكسر راح تطلع البذور موجودة هنا زي الفاصوليا والأشياء هذه، ولكن صغيرة جدا. وفرت لي كيس كتبت عليه بذور منثور، وبدأت أجمع البذور هنا عشان أستخدمها في الموسم القادم. إن شاء الله راح أجمع الكمية هذه كاملة، والحمد لله كمية طيبة، إن شاء الله نستفيد حنا وإياكم.